السلام عليكم. اليوم نروح نشوف واحد الموقع إلكتروني يقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو موقع يدير إحصائيات نتاع الدول العالم، كل دول العالم. هنا كما نشاهد أكثر من 180 دولة، وهذا الموقع هذا يهتم بكل أنواع نتاع الإحصائيات من كل في كل ميادين، في الطيران، في المستشفيات، في يعني نسبة الناتاليتي، لا مورتاليتي يعني الولادة، ولا نسبة الوفاة في لا بوبولاسيون، نسبة النمو الديموغرافي، كل ميادين، من الغاز، من الاقتصادية، في البنية التحتية، في كل الميادين، ميادين سياسية، في ميادين النقل يعني النقل الجوي، ولا يعني كل الميادين، وكذلك كل دول العالم. والإحصائيات هذه يتم تجديدها، تحديثها كل يوم، كل يوم يوميا تدخل إحصائيات جديدة، ويتم يعني إدخالها في هذا الترتيب العالمي اللي كما قلنا يديروا موقع يقع في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه أندكس مونديال، مونديال أندكس مونديال، هذا موقع عالمي معروف. إذن سوف اليوم نأخذ نوع من الإحصائيات، نختار مثلا طرقات أو سكك الحديدية أو أي موضوع، وندير مقارنة ونشوف الموقع نتاع الجزائر في العالم، وكذلك الموقع نتاعها في إفريقيا. إذن ندخلوا نشوفوا، نختار موضوع معين، شوفوا مثلا ناخذوا ميدان سكك الحديدية، ندخل الميدان سكك الحديدية وندير سبميت، ويجي عندنا هنا نشوفوا الترتيب نتاع الشبكة نتاع السكك الحديدية في العالم. نشوفوا بلي ان المرتبة الاولى تعود الى الولايات المتحدة الأمريكية ب 293 ألف كيلومتر نتاع سكك حديدية. تأتي في المرتبة الثانية الصين، وأول أول دولة أفريقية هي مصر. هنا عندنا مصر، إيجيبت في المرتبة 39 ب 5000 كيلومتر. ثم تأتي في المرتبة 50 الجزائر. هنا نشاهد الجزائر في المرتبة 50 ب 3973 كيلومتر. ثم نأتي إلى إذن الجزائر في المرتبة الثانية من حيث الشبكة نتاع السكك الحديدية بعد مصر. ونشاهد في المرتبة 73 مملكة برغواطة الشريفة، نلقاوها ب 2000 كيلومتر، يعني الضعف. الجزائر عندها ضعف نتاع الشبكة نتاع السكك الحديدية. شوفوا هنايا ماروك 73. وهنا كي نروحوا للجزائر تعطينا أكثر بليس دو ديتاي، يبدونا بليس دو ديتاي على الشبكة، هايليك الشبكة هنايا، ونزيد نشوفوا لا سورس، هايليك لا سورس هي وورلد فاكت بوك فيرجن 2019، هذا
لا سورس اللي استعملتها، المصدر اللي استعملتها الموقع هذا. وهنا نديرو بالدول، نشوفو بالخريطة، سوف نشاهد هذه الإحصائيات نتاع ترونسبور دي شومان دو فار، نشوفوه بالخريطة. هنا إذا ذهبنا إلى الجزائر نلقى 3900 كيلومتر، إذا ذهبنا إلى جاره منا نلقى 2000 كيلومتر، يعني 4000 تقريبا، 3900 تقريبا 4000 و 2000.67، يعني تقريبا ضعف الشبكة تاع السكك الحديدية اللي في الجزائر. إذن هذا هو الترتيب نتاع الجزائر في المرتبة 50، وفي المرتبة الثانية إفريقيا بعد مصر. و شفنا موقع نتاع مملكة برغواطة الشريفة أين هي. إذن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في مواعيد أخرى نزيد ناخذ ميادين أخرى من هذه القائمة، ناخذ ميادين أخرى في فيديوهات أخرى، وندير نفس الطرح باش نبين بالدليل بالمصدر بالمصادر المكان نتاع هذيك الدولة اللي تقول احنا عندنا البنى التحتية أفضل منكم وهربوا علينا ب سنوات ضوئية. المهم نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.